السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نتحدث عن السوفت بودي داينامكس في بلندر 2.9. بداية هنبدأ بإنشاء أي بلين. بلين وليكن سكيل 4 تايم. أبلاي ذا سكيل. نقوم بإنشاء سفير. موف في زد أكسس وليكن إلى هذا الحد. ثم نختار هذا البلين، نذهب في الداينامكس كوليجن، وبالنسبة للسفير هنختار سوفت بودي. بداية هيكون وليكن الميشن 150 فريم. لو عملنا بلاي انيميشن هنشوف ان الكرة بتهتز في مكانها، المفترض تسقط ولكن بتهتز في مكانها. طب هو ايه فايدة السوفت بودي؟ السوفت بودي ممكن نعمل بيه اي اوبجكت، زي مثلا وليكن الايرباج، البالون، زي وليكن الجيلي، اي شيء من هذا القبيل ممكن يتم تصميم اختيار فيه السوفت بودي دايناميك. طيب عشان نحل هذه المشكله نختار في الجول، نختار جروب فيرتكس جروب. فممكن نختار هذه النقطه وهنضيف فيرتكس جروب، هنسميها وليكن اور بن، الصين. ثم نذهب مباشرة إلى الفيزيكس ونختار في الجول أوربن. لو عملنا بلاي هنلاحظ أن الكرة بتسقط، ولكن للأسف في كولابس أو ابتدى المظهر الأساسي أو الشكل الأساسي للكرة يختفي. طيب هل في حل لهذه المشكلة؟ الحل في الإدجز، من الإدجز بعد الجول. طيب هل احنا لازم نعمل فيرتكس جروب؟ لا مش لازم، ممكن نلغي الجول نهائي ونذهب مباشرة الى البلاي، فنفس النتيجة سيان، سواء تم تصميم فيرتكس جروب او تم او ما استخدمناش الفيرتكس جروب والغينا الجول، فنفس الفكرة. طيب في الادجز دي كده هو معظم الشغل هيكون في الادجز. قيمة في الادجز او القيمة قيمتين البوش والبول، كلما زادت قيمة البوش والبول هو طبعا الحد الأقصى 1.999، فإذا كلما زادت قيمة البول والبوش اقتربنا من الفابريك أو الليزر أو الجلود أو القماش، كلما قلت هنقترب إلى الموائع. قيمة البلاستيستي مقدار الحفاظ على الشكل الأساسي، كلما اقتربت زادت من واحد، هي من صفر لواحد، كلما اقتربت من الواحد فمعنى كده انه يحتفظ بالشكل الأساسي بتاعه، لو صفر فإذا مش يحتفظ بالشكل الأساسي ليه. دامبنج مقدار التغيير في البوش والبول أو مقدار الاحتكاك في البوش والبول. والبندنج بيقوم بعمل خطوط وهمية بين الفيرتكس، بيكون غير مرئية وغير مكشوفة بين الفيرتكس والمجاورة ليها، فبيكون في اتصال بين الفيرتكس. طيب خلينا نقول ان البندنج وليكن 2، البوش والبول 0.9، ونعمل نشوف لو عملنا بلاي هل هنحصل على الشكل الأساسي ولا يكون في تغيير. من ده قايل ان ممكن يكون الشكل الأساسي قريب من كرة بالون، لو غيرنا الستاتستي بوينت 4 وليكن، او هي 1 يا 0. طيب لو البندنج 4 اكيد الاحتفاظ بالشكل الاساسي هيكون اكتر. تغيير هذه القيم بيعطي فليكسبيليتي ان نوصل لاي شكل بالسوفت بودز. السوفت بودز دايناميك، السوفت بودز دايناميك ممكن نعمل بيها اي انيميشن، لانها بتسهل جدا
الحصول على أشكال كثيرة، وليكن مثل بعض الموائع زي أو بعض السوائل زي عسل النحل، زي عسل النحل، أي أشياء فيها flexibility ممكن الحصول عليها بالسوفت وير. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في درس قادم على قناتي على اليوتيوب.